لو شفتوا أو واجهتوا أي حالة لطفل معرض للخطر أو بيتعرض لعنف أو إيذاء من أي نوع، كلموا خط رنكة الطفل 16000. خط رنكة الطفل 16000 هو خط ساخن تابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة. 16000 بيستقبل أي شكاوي أو مشاكل تتعلق بحماية الأطفال من كل أشكال العنف والإساءة والاستغلال. أي حد ممكن يكلم خط رنكة الطفل 16000 لو طفل معرض للخطر أو أسرته أو أي حد عايز يبلغ عن حالة إساءة للطفل. الاتصال بالخط مجاني تماما، سواء من تليفون أرضي أو محمول. الخط شغال 24 ساعة طول أيام الأسبوع، وكمان جميع المكالمات والمعلومات بتتحفظ في سرية تامة. مين اللي بيستقبل المكالمات؟ كل العاملين بخط رنكة الطفل مدربين إزاي يستجيبوا ويتعاملوا مع كل حاجة، وإزاي يوفروا المساعدة للآباء والأمهات لو محتاجين مشورة تتعلق بالتربية أو التعامل مع الأطفال. ايه هي المعلومات اللي هتطلب مني لما اكلم خط رنكة الطفل؟ هيطلب بيانات اوليه عن المتصل، الاسم ورقم التليفون على الاقل، وممكن ما تقولش الاسم لو مش عايز. هيطلب كمان بيانات حاله الطفل اللي بيتعرض للاذاء او عن الموضوع اللي تحب تاخد فيه مشوره او تستفسر عنه. ايه اللي بيحصل لما بنكلم خط رنكة الطفل؟ اول ما بيستقبلوا المكالمه، العاملين في خط رنكة الطفل 16000 بيصنفوا الحاله ويحولوها للاخصائيين المدربين في جهه تقديم الخدمه أو في الوحدات التابعة للحي اللي حالة الطفل فيها. التحويل برضو ممكن يكون لجمعيات أو مؤسسات عندها شراكة مع المجلس القومي للأمومة والطفولة. بعدين الأخصائيين بالوحدات أو الجمعيات الشريكة بيستقبلوا حالة الطفل بتفاصيلها وبيعملوا دراسة تفصيلية عن الحالة عشان يعرف أسبابها وظروفها. بعد كده بتتعمل خطة تدخل متفصلة على حسب كل حالة. الخطة دي بتتنفذ بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية عشان تضمن رعاية الطفل وحمايته من أي خطر. بعدين بيتاخد رقم البلاغ عشان تقدر تتابع تطور الحالة أول بأول وتعرف إيه اللي حصله.